اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين النهارده هيكون عبر السكايب وهنطير الى قاره اسيا نسمع وجهه نظر قد تكون محايده بخصوص مباراه الاهلي والترجي في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، لكنه احد الاعلاميين الكبار اللي دايما حريص على متابعه النادي الاهلي وبيسعد دايما بمتابعه الاهلي وبتشجيع الاهلي في كل المناسبات. ورحب من خلال ترند اونلاين عبر السكايب بالاعلامي القدير الزين الاستاذ علي الزين. استاذ علي برحب بك على شاشه قناه الاهلي، وعلى المستوى الشخصي بسعد بالتاكيد بوجودك معنا. مساء الخير محمد، انا سعيد اكثر تواجدي بقناه الاهلي وشكرا كثير على الاستضافه ودايما الاهلي بيجمعنا. دايما الاهلي بيجمعنا. طيب مباراه يوم السبت، مباراه الاهلي والترجي، اولا شايف الاهتمام الاعلامي والتناول الاعلامي لهذه المباراه خاصه بعد نتيجه لقاء الذهاب وفوز الاهلي في رادس بهدف مقابل لا شيء؟ والله شوف، هي مباراة الأهلي والترجي خلينا نقول هي صارت ديربي أفريقيا، يعني كلاسيكو أفريقيا، أكثر ناديين نجاحا على مستوى القارة الأفريقية، وإن كان الأهلي حقق اللقب بتسع مرات سابقة. طبعا طبيعة الحال هذه أكبر مباراة بدوري أبطال أفريقيا. المتابعة الإعلامية طبيعي إنها تكون مسلطة الضوء على كل شاردي وواردي بالمباراة، خاصة إذا كان النادي الأهلي هو طرف فيها، والنادي الأهلي الخبير بخبايا وطرقات وعورة المباريات بأفريقيا، ولكنه دائما يكون على 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 مستوى الحدث. بتوقع إذا حتشوف اهتمام أكثر باليومين القادمين كل ما اقتربنا أكثر من المباراة، وهذا أمر طبيعي، وخاصة يعني خاصة إنه النادي الأهلي شعبية جارفة ليس على مستوى المصري فقط، انما على مستوى العالم العربي وحتى ودول خارج القطر العربي. لذلك ما بتفاجئ لما بشوف هالقد في سبوت لايت، وبتمنى يكون يعني الضغط الاعلامي ايجابي على النادي الاهلي باليومين الاخيرين، ما بدنا نشوف نشاز يعني مثل ما شفنا بمباريات سابقه. اكيد. طيب عايز اعرف تابعت ازاي يعني اداء الاهلي في اللقاء الاول، مش على المستوى الفني، على المستوى الفني وعلى المستوى التنظيمي وعلى المستوى الاداري، كل الامور المتعلقه بلقاء الذهاب، رؤيتك ازاي الاهلي تعامل مع ملف لقاء رادس والعوده بمكاسب عديده جدا قبل لقاء العوده؟ يعني نحن عم نحكي عن نادي، ذكرت انا محمد انه النادي الاهلي نادي خبره، نادي متمرس في هيدي المباريات، ومش اول مره بروح على رادس بفوز، خسر بعض المرات، لكن اذا بترجع لتاريخ المباريات برادس، النادي الاهلي فاز خمس مرات برادس، وهذا امر ملفت انك تروح انت على غريمك التقليدي بافريقيا وتفوز عليه بملعبه بين جمهوره، امر رائع جدا، واعتقد عندي قليله جدا قادره على تحقيق هذا الشيء، والنادي الاهلي بالمقدمه دائما. اما كيف تعامل الاهلي مع المباراه فكانت واضحه الامور، وقت كان عفوا رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب كان على راس البعثه، يكفي الاهتمام والرعايه والتنظيم يعني والالتزام الكبير جدا من اللاعبين من الدقيقه الاولى للوصول الى تونس حتى المغادره والعوده الى القاهره، يعني تنظر الى النادي الاهلي وبتعرف قديش الالتزام وبتعرف قديش الفريق مركز من الكابتن محمد الشناوي لما اغلق باب غرفه الملابس امام الاعلاميين، لانه ما بده يعمل سيرك بعد الفوز 1-0، لانه بيعرف ال 1-0 ليست كافيه، ولم ينتهي الامر بعد. ادبيات النادي الاهلي واضحه وصريحه انه لا تتاهل حتى تتاهل، انت امامك 90 دقيقه ثانيه بالقاهره حتى تاكد تاهلك، رغم انك انت فزت 1-0 وهذا امر رائع جدا بتونس، لكن ادبيات نادي الاهلي انت لا تفرح حتى تكمل المهمه الى اخره. لذلك انا عارف انا ومتاكد ان الاداره واللاعبين والجهاز الفني وحتى الجمهور مركزين جدا على 90 دقيقه، هن النص الثاني للمباراه قبل الاحتفال بالتأهل للمباراة النهائية، وهنيك بيصير الحق مشروع بالعشرة يا أهلي يا رب بإذن الله. طيب بالنسبة للجمهور، وأنا معايا قيمة إعلامية كبيرة زي حضرتك، لازم أسألك في جزئية متعلقة بالمدارس الإعلامية. لسه في مدارس إعلامية تقليدية قديمة بتشتغل على فكرة حتى ممكن تكون خارج مصر إن هي تصدر لك خبر عشان السوشيال ميديا والجمهور يتناقل هذا الخبر، وبالتالي ممكن الخبر ده يوصل للاعيبة والجهاز الفني فيجي له إحساس ان الفرقه اللي هتيجي تلعبه عندها مشاكل والجمهور غاضب منها واعتدى على لعيبته، وممكن الفرقه تكون جايه مش محضره كويس، فبالتالي يصدر لك احساس
تنزل مريح شويه، وطبعا دي مدرسه قديمه شويه لكن لسه في جمهور بيصدق الاخبار دي وبيتناقلها. بخبرتك كمدارس اعلاميه تنصح الجمهور بايه في الجزئيه دي؟ لا، الجمهور اذا جمهور النادي الاهلي بنصح يركز على فرقته ويركز ويدعم فرقته ويعني ويكون متاكد انه فريقه جاهز 100% ويصدر العامل الايجابي وشعار الاهلي فوق الجميع للفريق قبل بدايه المباراه. تمام. طبعا انا معك في مدرسه قديمه بكره بوسائل الاعلام بتصدير الاخبار، عندنا اصابات، عندنا مشاكل فنيه، عندنا كذا، عندنا ايقافات، هيدي لحتى يقال انك انت عم تخدر خصمك. بس طبعا انت بتعرف انه النادي الاهلي ليس من الفرق الذي يمكن ان تصطاد باللعبه النفسيه ولعبه التاثير على الاعصاب. والتاريخ تاريخ النادي الاهلي يعني واضح وصريح بهذا الشيء من وقت يعني الدوري، من كان بالدوري المصري والطريق طويله معاك اذا تتذكرها، وتصريح الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان احد اسباب الفوز باللقب قبل عامين الى افريقيا والخروج من مباريات كانت صعبه جدا، وكان كل الجميع يتوقع انه الاهلي ما راح يقدر يتخطاها، لكن كان الاهلي دائما يفاجئ الجميع لانه هذا النادي الاهلي. فلذلك بطمن الجمهور الاهلي انه الالعاب الاعلاميه اللي حتصير قبل المباراه لا يتأثروا فيها ويركزوا على الفريق، يركزوا على 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 ما يملك من امكانيات النادي الاهلي. وانا لفتني خبر قبل يومين يعني نزل بالجرايد عن لاعب اليو ديان اللي هو بلدوزا بخط الوسط تمام ومانشستر يونايتد واهتمام مانشستر يونايتد. ما بعتقد انه هذا الخبر اجى بريء ولا يعني ابن ساعته. طبعا نحن كلنا بنكون فرحين لما لاعبين النادي الاهلي بيكونوا ضمن اهتمامات انديه كبيره مثل مانشستر يونايتد، لكن بالزمان والمكان المناسب وليس الان. الان اليو ديانج وزملائه عم يركزوا على مباراه النصف النهائي الثاني لانه في هدف كبير بالنهايه اللي هو دوري ابطال افريقيا، ومن بعدها العوده الى الدوري المصري ولعب المباريات المؤجله، لانه مثل ما بتعرف النادي الاهلي لا يلعب الا على الصداره والمركز الاول. أكيد. من خلال متابعتك للسوشيال ميديا، تطبيق الكلاب هاوس أفاد الأهلي على المستوى التاريخي؟ شوف، الكلاب هاوس لازم يفيد الأهلي على المستوى التاريخي ولازم يفيد جمهور الأهلي، لأن في كثير من جماهير الأهلي يمكن مش واصلة التاريخ بالتاريخ قديش هو صحيح وقديش هذا التاريخ صحيح ولا لا. لانه مثل ما عم نلاحظ بالفتره الاخيره اللي عمرها 4 أو 5 سنوات في كميه اشاعات وتزوير بالتاريخ غير عاديه ابدا. لذلك الكلب هاوس لازم يلعب دور مع السوشيال ميديا، مع تويتر، مع الفيسبوك، ليعطي الجمهور الاهلي الحقائق التاريخيه والحقائق المدموغه بعرق وجهود اللاعبين على مدار السنين، ولا ياتي اي شخص بصدفه من الزمن قعد بتلفزيون او حمل قلم وكتب بجريده يقعد يزور حقائق. والحمد لله الكلاب هاوس كشف لنا شغله كثير مهمه بالايام الاخيره، انه كل الهمروجه اللي حاصله طلعت فزاعه من وراء وطلعت تركيبه معينه والحمد لله انه سقطت الاقنعه. طيب توقعاتك اكيد طيب توقعاتك لمباراه الاياب، بيتسو موسيماني ممكن يعمل مباراه ازاي؟ يكسب بنتيجه ايه؟ توقعاتك يعني احساسك كده قبل ما تكون كاعلامي، اكيد كواحد محب ومن متابعين النادي الاهلي. اول شيء بدي احيي الكابتن بيتسو موسيماني لانه تعرض لهجمه كثير كبيره حتى وصلت الى التعرض لشخصه، وهذا امر مرفوض ابدا. يعني انت حتى لو بدك تعترض على خطه لاعب موسيماني او مستواه بالتدريب، لا تتعرض لشخصه، لانه بهذا الانسان بالنهايه حقق انجازات فرضت نفسها علي وعليك وعلى اي حدا اخر. انا اتوقع من الكابتن موسيماني، اعرف انه النادي الترجي التونسي نادي كبير، نادي له تاريخ، نادي يملك لاعبين مميزين وقادرين على تحقيق نتيجه ايجابيه. لذلك مثل ما لعب الكابتن موسيماني بتونس مباراة بدون أي غلطة، أعطى اللاعبين تعليمات للتركيز لمدة 90 دقيقة، وهذا اللي شفناه من الحارس المرمى محمد الشناوي إلى هدية
هدية الكرة محمد شريف، يعني تمام. هذا الهدية اللي كلنا مبسوطين فيها، انه الحمد لله واخيرا النادي الاهلي صار عنده رقم 9 على قدر وطموحات الاهلاويه، وهو يعني يكمل مسيره النجوم الكبار محمود الخطيب وحسام حسن وعلاء ابراهيم وعماد متعب واحمد بلال والنجوم وفلافي وكل النجوم اللي لعبوا بهذا المركز. فكل اللاعبين كانوا على قدر المسؤوليه بتونس، اتوقع موسيماني كمان يلعب بنفس التركيز، لانه التركيز العالي بهاي المباريات والحضور الذهني يمكن يطغى على المستوى الفني بعض الاحيان. النادي الاهلي عنده 1-0، لكن هيدي نتيجه خداعه، لانه اذا الترجي سجل هدف ممكن قبل الاهلي ممكن يعني ياخذ المباراه الى حته ثانيه مثل ما بتقولوا. لذلك اتوقع ان يكون الاهلي كالعاده على مستوى طموح جماهيره، مستوى طموح ادارته، مستوى طموح الجهاز الفني، ويقدر يعمل المباراه بإذن الى الله. بر الامان، خاصه انه يا اخي هيدي البطوله بالنسبه لاهلي للاهلي، بس لاعبين الاهلي يسمعوا بدوري ابطال افريقيا سبحان الله بيتحولوا الى وحوش كاسره، يعني هيدي البطوله تمثل للاهلي وجماهيره امر اخر. حتى الانديه بافريقيا واللي بتنافس الاهلي بافريقيا بيعرفوا انه الاهلي يفوز عليهم قبل ان يلعب، لانه هيدي البطوله المحببه له المحببه ونحن للاهلي. كلنا على ثقه، اكيد المحببه طبعا للاهلي، اكيد كلنا على ثقه انه لاعبين النادي الاهلي وهذا الجيل تحديدا تعرض الى ما تعرض اليه النادي بتاريخه، يعني وحتى اللاعبين اللي كانوا يعتمد عليهم على النادي وخذلوه بخطوات ورحلوا عن النادي ما اثروا على هيدا الجيل، وهذا الجيل رغم التعرض لاشاعات بوسائل الاعلام، لتشكيك بقدرات اللاعبين، لتشكيك بتعلقهم بالنادي الاهلي، بالنهايه حققوا رباعيه الموسم الماضي، وبعدنا بانتظار كاس السوبر المصري ان شاء الله. وباذن الله بطوله دوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي من جديد، ونادي الاهلي معودنا على البطولات والحمد لله على نعمه الاهلي. الحمد لله. الاعلامي الكبير الزين الاستاذ علي الزين، انا بشكرك شكرا جزيلا، اهلاوي كبير، اهلاوي عظيم واعلامي قدير، بنسعد بوجودك معانا وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه قبل مباراه الاهلي والترجي، ورسائل مهمه جدا لجماهير النادي الاهلي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد، ولكن بعد الفاصل. احنا ملوك اللعبه، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهب جبال، اسال يا ابني علينا، الاهلي سيد القاره واتقال واحد فيها، بطوله يمين بطوله شمال، كله على السكه وشغال، الضربه القاضيه هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا.